طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سامعيني كويس؟ ايوه يا دكتور. طيب نكمل مع بعضينا. وصلنا الى انه اول خطوه احنا بنعملها هو ان احنا بنعمل assessment of consciousness. assessment of consciousness بنعمل assessment of arousal and assessment of awareness. assessment of arousal من غير ما بنتكلم مع المريض ولا حاجة، إحنا شايفين المريض مفتح عينه بيتحرك بيسمع وبيشوف وبيتكلم، يبقى عنده good arousal. assessment of awareness بسأله على orientation to time, place and person، وبسأله على comprehension، هو فاهم هو بيعمل هنا إيه، فاهم الناس الموجودة حواليه بتعمل إيه هنا، هو يبقى الcomprehension بتاعه كويس. معظم مرضى السايكاتري عندهم good arousal وعندهم good awareness، باستثناء امراض بسيطه هنتكلم عليها في ايه؟ في مكانها وفي محاضراتها. خلاص؟ اي خلل في الاراوزل معناه المريض درجه من درجات الكوما، وده حاجه سيريس والامر بيبقى ميديكال تماما. طيب، ثاني عنوان في الاكزامينيشن اسمه جنرال ابييرنس. جنرال ابييرنس بمثابه انسبكشن في السايكاتري. يعني ايه انسبكشن؟ يعني ببص على المريض من شعر راسه لصوابع رجليه وبشوف اي حاجه موجوده فيه وبوصفها، من اول اوصف البودي بيلت، المريض اوفر بيلت، اوبيز، ثين، تول، شورت، اوصف شكله العام، شعره شكله ايه، عينيه شكلها ايه، الفيشيال اكسبريشن اللي باين عليه شكلها ايه، في ميك اب، حاطه ميك اب مش حاطه ميك اب، حالق دقنه ولا مش حالق دقنه، في اي علامات واضحه موجوده في وشه ولا في ايده ولا في رجله، خلاص اللبس بتاعه ابروبريت ولا ان ابروبريت، الالوان اللي مستعملها مناسبه ولا مش مناسبه، خلاص الهايجين بتاعه جود هايجين ولا باد هايجين، كل دي حاجات بوصفها. حتى دخلته، داخل ازاي، ماشي ازاي، قاعد على الكرسي ازاي، قاعد وحاطط رجل على رجل، قاعد على حرف الكرسي، مش قاعد على بعضه في الكرسي، بوصف الايه؟ البوزيتشر اللي هو واخده، وبوصف تمام كل الايه؟ الجنرال ابييرنس اللي باين عليه. كل ده ممكن الاقي فيه بوزيتيف فايندنج، اشارات لبعض الايه؟ لبعض الاشياء اللي تشخص لي امراض بعد كده. يبقى ده اسمه جنرال ابييرنس. الجنرال ابييرنس سهل جدا لان ده مجرد انسبكشن، مش محتاج ان انا اتكلم مع المريض خالص، مجرد ان انا بوصف اللي انا شايفه قدامي. طيب ايتم رقم ثلاثه، اسسمنت اوف بيهيفير. البيهيفير عندنا ثلاث انواع من البيهيفير، نوع اسمه سوشيال بيهيفير، نوع اسمه موتور بيهيفير، ونوع اسمه سايكو فيسيولوجيكال بيهيفيرز. طيب سوشيال بيهيفير، السوشيال بيهيفير، وات از نورمال سوشيال بيهيفير؟ نورمال سوشيال بيهيفير انه تمام العيان بتصبح عليه، بيصبح عليك، بيسلم عليك وهو داخل، بتبتسم في وجهه، يبتسم في وجهك، خلاص يتعاون معاك في اي تو اي كونتاكت وانت بتتكلم معاه، ده النورمال سوشيال بيهيفير. طيب abnormal social behavior ممكن يبقى فيه ايه؟ ممكن يبقى العيان more sociable than usual، تمام؟ العيان تمام سخن قوي في تعاملاته الاجتماعيه، متطوع، يقول لك يا دكتور انا تحت امركم، اللي انتوا عايزينني تعملوه انا متطوع معاك، خلاص يقعد يدعي لك وهو بيتكلم معاك، خلاص بيتكلم بايه وهو كانه يعرفك من زمان، خلاص يصر انه يسلم باليد على كل الموجودين، عايز ياخد الموجودين كلهم بالاحضان، كل ده مور سوشيبل زان ايه؟ زان يوجوال. خلاص؟ طيب وممكن العكس، يبقى العيان اسوشيبل. يعني ايه اسوشيبل؟ داخل ما بيردش السلام، ما فيش اي تو اي كونتاكت، ما هو سخن في كلامه، بيجاوب بكلمه ولا كلمتين، يبقى هنا الايه؟ السوشيال بيهيفير اقل من الطبيعي. طيب في حاجه اسمها ديس انهبيتد سوشيال بيهيفير. الطبيعي في السوشيال بيهيفير انه يكون ايه؟ انه يكون المريض بيحترم فرق السن، بيحترم فرق البوزيشن بينك وبينه، خلاص ما بيتكلمش غير لما انت تساله، خلاص؟ ديس انهبيتد معناه ايه؟ معناه في تهور،
في جرأة، في كلام خارج، في طريقة ما فيهاش احترام للايه اللي موجود قدامه، ده بنسميه disinhibited. خلاص اوكي. احيانا السوشيال بيهيفير يبقى اجريسيف، خلاص يبقى ده اجريسيف سوشيال بيهيفير. احيانا السوشيال بيهيفير يبقى بيزار. يعني ايه بيزار؟ بيعمل تصرفات غير مفهومة على الإطلاق. خلاص، على سبيل المثال تلاقي جيوبه مليانة زبالة، تلاقي مش عارف المزرر زراير الجاكيت بطريقة ملخبطة، تمام؟ فده بنسميه بيزار سوشيال بيهيفير، سوشيال بيهيفير غريب وغير مفهوم خالص. طيب موتور بيهيفير، الموتور بيهيفير يقصد بيه الحركة، حركة المريض ممكن تزيد قوي بنسميها increased motor behavior، وممكن تقل قوي يبقى decreased motor behavior. خلاص، زيادة الموتور behavior ليها أنواع. طبعا صعب عليكم أن أنتم تفرقوا الأنواع دي من بعضها، خلاص، إنما طبعا الناس المتخصصة لازم يعرف إيه الفرق بين الagitation والhyperactivity والmannerisms والtics. كل حاجة من دول ليها مواصفات. على سبيل المثال agitation هو purposeless increased motor behavior، يعني حركة purposeless ملهاش ايه، ملهاش هدف، رايح جاي بيهري وينكد في نفسه بيفرق في ايديه، خلاص مش قاعد على بعضه في الكرسي، ده اسمه agitation. hyperactivity بتبقى purposeful. يعني ايه purposeful؟ بيقوم يلعب في المروحة، يلعب في التكييف، يلعب في زراير النور، يفتح الشباك، يقفل الشباك، اي حد شايفه من بعيد عارف هو بيعمل ايه، يبقى ده purposeful activity، دي الهايبر اكتيفيتي. طبعا في امراض تعمل اجيتيشن، في امراض تعمل هايبر اكتيفيتي، ده السبب ان احنا لازم نفرق بينهم وبين بعضهم. الديكريز دو موتور بيهيفير ممكن يبقى الموتور بيهيفير قليل، وممكن يبقى سلو او ريتارد، بطيء جدا في الحركه بتاعته. في حاجه اسمها كاتاتونيك موتور بيهيفير، هنتكلم معاه في محاضرة الايه، في محاضرة السايكوز ان شاء الله. العيان احيانا ياخد بوزيشن يقف بالساعتين من غير ما يتحرك، تمام؟ العيان ممكن ان هو لو رفعت رجله من على السرير تقعد رجله متشعلقه في الهواء، لو رفعت دراعه لفوق يقعد دراعه متشعلقه في الهواء، ده اسمه كاتاتونيك موتور بيهيفير، عاده بيبقى في صوره انه ديكريز موتور بيهيفير، وهنتكلم عليه بالتفصيل في محاضرة السايكوز. يبقى ده how to assess the motor behavior. طيب الفيسيولوجيكال بيهيفير، الفيسيولوجيكال بيهيفير يقصد به sleeping behavior, appetite and feeding behavior, sexual behavior. خلاص، الثلاث انواع من البيهيفير دول بيتحطوا تحت عنوان psychophysiological behaviors. اوكي، السليبنج بيهيفير في ناس لها طقوس كثيره حوالين النوم، وفي ناس ليها طقوس كثيره حوالين الاكل، خلاص، وطبعا السكشوال بيهيفير بالتفاصيل بتاعته. ناخد بالنا ان السليب والسليب ديس اوردرز لها محاضره، لها محاضره لوحده. الابيتايت والايتنج بيهيفير له محاضره لوحده، السكشوال بيهيفير له محاضره لوحده، خلاص. عاده الفسيولوجيكال بيهيفير ده بنسال عليه في الهيستوري، يبقى عاده احنا بنسال عليه في الهيستوري مش في الاكزامينشن، ولكن لو اتحط في الاكزامينيشن فهو صح، ما هوش ايه، ما هوش غلط. عشان ما تبقوش قلقانين، الاوسكي ستيشنز اللي بتمتحنوا عليها بيبقى ليها مارك ليست، المارك ليست بنبقى عاطينكم هذه المارك ليست بتعرفوها كويس، بحيث ان انت تبقى عارف ايه اللي مطلوب منك في الاستيشن، اذا كان هتعمل موتور بيهيفير بس، ولا موتور سوشيال بيهيفير، ولا كمان الفسيولوجيكال بيهيفير مطلوب منك، بيبقى مكتوب في التشيك ليست، فما تقلقوش. عنوان رقم 4 assessment of emotions. لما اجي اعمل assessment للemotions لازم اركز على حاجتين، حاجتين مهمين، assessment of mood، assessment of affect. assessment of mood لازم يبقى subjective and longitudinal. يعني ايه؟ يعني لازم اسال المريض واقول له مزاجك اخباره ايه في الايام الاخيره، بسأل المريض يبقى سبجكتيف، المريض هو اللي هيقول. طيب والايام الاخيره معناها لونجيتودينال، يقول لي مزاجي كويس، مزاجي وحش، قلقان، متوتر، مبسوط، مرتاح، مش مرتاح،
بوصف الايه المزاج اللي هو قاله. طيب ما الايه هو assessment of affect؟ الافكت حاجه اوبجكتيف ما بسالش عليها، انا اللي بلاحظ المريض اللي قدامي قلقان، المريض اللي قدامي متوتر، المريض اللي قدامي بلانتد مش باين عليه حاجه خالص، تمام؟ يبقى اوبجكتيف. اوبجكتيف ليه؟ لان الاكزامينر هو اللي بيوصف. طيب كروس سيكشنال، ليه كروس سيكشنال؟ لان انا بوصف اللي انا شايفه قدامي في العشر دقائق دول، بوصف اللي انا شايفه قدامي في العشر دقائق دول فقط لا غير، فعشان خاطر كده هو كروس سيكشنال. يبقى الافكت اوبجكتيف اند كروس سيكشنال. يبقى لو انا بعمل اسسمنت اوف ايموشنز بعلق على المود وبعلق على الافكت، الافكت بعلق عليه من غير ما بسال المريض على حاجه، والمود بسال المريض الاول ايه عليه. طبعا في كل مرض من الامراض قد توجد disturbed emotions مختلفة. مع الانكزايتي هلاقي المود والأفكت لهم شكل معين، مع الاسكيزوفرينيا بلاقي لهم أشكال أخرى، مع الدبريشن لهم أشكال أخرى، وهكذا. فهناخد الابنورماليتيز المختلفة هناخدها مع المحاضرات المختلفة بتاعت السيكاتريك ديسوردرز. طيب ايتم رقم 5 اسمه assessment of speech. بنعمل assessment للسبيتش على المحاور اللي احنا شايفينها قدامنا. يعني ايه؟ بخلي العيان بتكلم مع العيان وبعلق على النقاط دهية. اول نقطة بعلق عليها the speech is spontaneous ولا in answer. spontaneous يعني عيان بيتكلم من نفسه، ما بينتظركش انك تسأل، ده هو اللي بيقول، ده اسمه spontaneous. in answer معناه بيستنى تسأل فيجاوب، خلاص؟ طيب احيانا المريض بيبقى مش سبونتينيوس بس، ده انترفيرنج كمان، لما تيجي تتكلم بيقطعك ويتكلم هو، خلاص يبقى ده سبونتينيوس وانترفيرنج كمان في نفس الوقت. طيب ثاني عنوان في السبيتش بقول الكلام ده كوهيرنت اور انكوهيرنت. كوهيرنت يعني كلامه مفهوم، انا فاهم هو بيقول ايه. طيب انكوهيرنت معناه كلامه تمام مش مفهوم خالص. طب هو ممكن يجيني واحد بيتكلم والكلام بتاعه ما تفهمش منه حاجة؟ اه طبعا ممكن جدا، عندنا أمراض بتخلي الكلام incoherent، خلاص؟ وبالتالي بعلق على speech إذا كان coherent or not coherent. طيب item رقم 3 the speech is to the point or of the point. يعني إيه؟ to the point معناه بتسأل سؤال المريض بيرد على السؤال بالظبط. طب of the point بتسأل سؤال المريض بيرد على حاجة تانية خالص. على سبيل المثال بتسأل مريض بتقول له أنت فطرت إيه النهاردة الصبح؟ رد عليك قال لك أنا جاي راكب الأتوبيس. ده اسمه off the point. خلاص؟ ده بنعتبره خلل في السبيتش بتاع الإيه؟ بتاع المريض. طيب أيتم رقم 4 quantity of speech. عيان بيتكلم كتير، عيان بيتكلم قليل. خلاص؟ يبقى ده الايه الكوانتيتي، كم الكلام اللي بيتكلمه بعلق عليه. طيب كونتينيوتي اوف سبيتش، عيان الكلام بتاعه انتربتد يعني بيقف وقفات في وسط الكلام كده، وقفات مش صحيحه، بيطول قوي في بعض الحروف، بيضغط على بعض الحروف. الكونتينيوتي اوف سبيتش لما بيحصل فيها لخبطه في العربي بنسميها تهتها. عارفين تهتها؟ التهتها هي خلل في الكونتينيوتي اوف سبيتش. ممكن تبقى في صوره انتربتد سبيتش، ممكن تبقى في صوره برولونجيشن عند بعض الحروف، او وقفات غير يعني غير مناسبه، او بريشر على بعض الحروف. دي بتتسمى ايه؟ تهتها او تلعثم، بيسموها كده في العربي يعني. خلاص؟ يبقى التهتها والتلعثم خلاص ده ايه؟ خلل في الكونتينيوتي اوف سبيتش. بالانجليزي بنسميها ستاترنج أو stammering اسمها كده، وده برضو قد يحدث مع أمراض كثيرة. النقطة اللي بعد منها tone of speech. أي حد بيتكلم وهو بيتكلم في كلمات أو حروف صوته بيعلى عندها، وفي كلمات أو حروف صوته بيوطى عندها، دي اسمها tone of speech. يبقى النورمال speech بيبقى فيه tone، التون دي بتزيد احيانا وبتقل احيانا، خلاص؟ طيب الخلل في التون بيبقى في صوره ايه؟ ممكن يبقى مونوتونس سبيتش،
كل الكلام تمام سوى واحد كله بوتيرة واحدة. الناس اللي بتتكلم monotonous speech لو سبيكر ممكن الناس تنام منه نتيجة ان هو ايه مفيش انفعال مع الكلام، مفيش ضغط على بعض الايه على بعض الكلمات، مفيش موجه في الايه في الصوت بتاعه خلاص. يبقى المونوتونس سبيتش ده ممكن واحد يبقى طبيعي وبيتكلم مونوتونس بطبيعته كده وتلاقي الناس بتنام منه وهو بيتكلم خلاص، وممكن يحصل نتيجه مرض على سبيل المثال واخد ادويه او عنده اكسترا براميدان او عنده باركنسون ديزيز ممكن يعمل مونوتونس سبيتش. احيانا التون دي بتبقى عاليه قوي يعني العيان بينغم صوته وبينغم الكلام بتاعه بشكل مبالغ فيه، واحيانا زي ما بنقول يبقى ايه يبقى مونوتونس تماما ومش موجوده التون دي خالص خلاص. يبقى ده بالنسبه للايه بالنسبه للتون اوف سبيتش. طب الواحد بيضغط على كلمات وبيضغط على حروف بناء على ايه؟ بناء على مشاعره وهو بيتكلم وحماسه للكلام اللي هو ايه اللي هو بيقوله خلاص. وبالتالي لو واحد عنده impairment في ده ممكن يبقى عنده المونوتونس سبيتش ده هو، وده خلل بيحصل مع بعض الامراض. طيب فوليوم اوف سبيتش اللي هو صوته واطي ولا صوته منخفض، هنلاقي مرضى الانكزايتي صوتها بيبقى ضعيف، مرضى الديبريشن صوتها بيبقى واطي، مرضى المانيا صوتها بيبقى عالي على طول. اخر حاجه في الاسسمنت اوف سبيتش سامبل اوف سبيتش، بناخد عينه من كلام المريض وبكتبها عندي في الشيت بتاعي خلاص. طب اخد عينه من الكلام الطبيعي اللي بيقوله ولا اخد عينه من الكلام اللي مش طبيعي؟ طبعا اخد عينه من الكلام اللي مش طبيعي عشان خاطر اسجله عندي يبقى موثق في الملف بتاعه خلاص. يبقى ده الاسسمنت اوف سبيتش. عاده لو نزلنا ستيشن في الاوسكي اسسمنت اوف سبيتش ما بطلبش منك تعمل اسسمنت ال10 نقط تمام، ده احنا بنطلب 4-5 نقاط بالكثير، وبالتالي التشيك ليست اللي فيها 4-5 نقاط من الحاجات اللي احنا حاطينها فيها. انما طبعا لو واحد بوست جراديويت لما يعمل اسسمنت سبيتش لازم يعمل فول اسسمنت، وبالتالي لازم يعمل كل الايتمز اللي احنا شايفينها ده. طيب ايتم رقم 6، ايتم رقم 6 في الاكزامينشن اسسمنت اوف ثينكينج. Assessment of thinking في 5 نقاط في Assessment of thinking: Assessment of stream, Assessment of control, Assessment of form, Assessment of abstraction, Assessment of content of thinking. 5 عناوين خلاص. وبالتالي لو نزلت station فيها Assessment of thinking تبقى فاكر انك هتعمل تقييم لخمس حاجات. اول حاجة فيهم اسمها stream of thinking اللي هي سرعة التفكير. طيب سرعة التفكير ده هي ايه النورمال بتاعها؟ النورمال بتاعها انك لو بتسأل العيان سؤال سهل زي اسمك ايه يرد عليك بسرعة، لو بتسأل العيان سؤال صعب يفكر شوية قبل ما يرد فيبقى بطيء، ده النورمال ستريم. طب الابنورمال، الابنورمال هو ان العيان بتسأله اسمك ايه يرد عليك في وقت طويل يبقى ده سلو ستريم. طيب والعكس بتسأل سؤال صعب تلاقي العيان بيرد بسرعة قبل ما بتخلص السؤال العيان بيجاوب يبقى ده عنده fast stream of thinking، يعني سمع السؤال وفكر وبدأ يجاوبك بشكل سريع خلاص. أحيانا الستريم بيحصل في حاجة اسمها صوت بلوك. يعني ايه صوت بلوك؟ يعني هو الكلام ماشي وبيتكلم كويس قوي فجأة يقف وضاع منه حبل الحديث نسي، ده اسمه صوت بلوك. الصوت بلوك من ضمن ما بيحصل بيحصل للناس الانشيس اثناء الايه اثناء الامتحان الشفوي، يدخل الامتحان الشفوي وهو بيتكلم فجاه يروح منه الايه ينسى ويحصل له بلوك خلاص نتيجه الانكزايتي. وبالتالي الصوت بلوك واحد من الحاجات الخلل في الاستريم واللي هو قد يحدث مع الانكزايتي، وطبعا ممكن يحصل مع السايكوزيس وممكن يحصل مع امراض اخرى. يبقى ده الاسسمنت اوف ستريم وبتشوف اللي ايه بتشوفه اذا كان سلو ولا فاست ولا نورمال ولا في بلوكس. طيب assessment of control of thinking، what is normal control؟ normal control ان الواحد يفكر في الوقت اللي هو عايزه، يتوقف عن التفكير في الوقت اللي هو عايزه، محدش يقدر يقرا افكاره، محدش يقدر ياخد منه فكره، محدش يقدر يحط له فكره، ده normal control. الابنورمال كنترول خلل في اي حاجه من اللي انا قلتهم دول، صوت ريدنج الناس بتقرا افكار،
صوت برودكاستنج افكاره بتذاع على الملأ. يقول لك التتر بتاع قناه الجزيره بيذيع الافكار بتاعتي. صوت انسيرشن بيحط لي افكار وحشه في دماغي. صوت وذرول بيسحبوا مني الافكار. كل الصوت كنترول ديستربنس بتبقى ديستريسنج، بتبقى مزعجه جدا، مضايقاه جدا ان هو مكشوف قصاد الناس وعارفين افكاره او منعينه من يفكر او. يبقى ده الابنورمال كنترول اوف ثينكينج. يبقى زي ما احنا شايفين الاستريم سهل والكنترول سهل في الايه، في الاسسمنت. بسال المريض، في حد يعرف انت بتفكر في ايه؟ في حد يقدر يقرا افكارك؟ هل لاحظت ان التلفزيون ممكن يتكلم عن الافكار بتاعتك؟ لاحظت ان افكارك بتطلع في الجرايد؟ في حد يقدر يحط لك فكره انت مش عايزها؟ في حد يقدر يسحب منك فكره؟ وهكذا. يبقى ده assessment of control. Assessment of form. What is normal form of thinking? Normal form of thinking عبارة عن إيه؟ عبارة عن search process. عامل كده زي جوجل. أنت بتسأل المريض سؤال. بتسأل المريض بتقول له أنت اخترت إيه النهاردة الصبح؟ المريض بياخد السؤال بيحطه على search موجود في دماغه. search engine. يعمل search. يطلع فايل جوه دماغه فيه الاجابه، ياخد من الفايل ده الاجابه يكونها على هيئه حروف، على هيئه كلمات، على هيئه جمل، يبدا يجاوبك على الايه، على السؤال بتاعك. النورمال فورم هي البروسيس اللي احنا بنقول عليه، من اول السيرش اللي بيتم لغايه الجمل اللي المريض قالها. طيب الابنورمال فورم هو ان يحصل خلل في المنظومه دي هي كلها او في حته منها. زي ايه؟ قد حضراتكم اكزامبل. لو العيان خد السؤال اللي انت سالته وعمل سيرش وطلع فايل غلط. الفايل الغلط فيه اجابات خاطئه، هيطلع اجابه خاطئه. بتقول له انت فطرت ايه النهارده الصبح؟ بيقول لك انا جاي راكب الاوتوبيس. يبقى ده فتح ملف غلط خالص ورد عليه. فده بيسموه اوف بوينتنج. اتكلمنا عنه في السبيتش، هو يعتبر خلل في الفورم. ليه خلل في الفورم؟ لان ده فتح فايل غلط، فايل ما فيش اجابه من اساسه، فتفكيره الفورم بتاعه ملخبط. اوكي. طيب تاني خلل ممكن يحصل، فتح فايل صح ولكن لما جه يكون الكلمات عشان يدي لك اجابه حط حروف على بعضها والحروف دي ما بتكونش كلمات لغه عربيه، بتكون كلمات من لغه غير معلومه، غير معلومة وغير معروفة. لا هي عربي ولا هي انجليزي ولا هي فرنساوي ولا هي حاجة خالص. ده بنسميه نيولوجيزم. بتسأله سؤال بيجاوبك بكلمات ما انتش فاهم الكلمة معناها ايه. يبقى ده نيولوجيزم، لغة جديدة. ده برضو abnormal form. طيب. ممكن الخلل يبقى في صورة انه عمل سيرش ويطلع اجابة والاجابة تكون كلماتها. الكلمة ليها معنى. ولكن الكلمات مع بعضها ملهاش معاني، مفيش جملة، الجملة منهارة، بيقول فعلين ورا بعض، بيقول حرفين جر ورا بعض، مفيش استراكشر للجملة. ده بيسموه ايه؟ بيسموه سلطة كلام، او بيسموه انكوهيرنس، كلامه مش مفهوم. خلاص. وعندنا طبعا مرضى كتير، بعض الامراض عندنا بيبقى فيها الانكوهيرنس ده، المريض بيتكلم سلطة كلام، ما تقدرش تفهم جملة واحدة من كلامه. ده خلل في الفورم برضه. طيب ايه تاني خلل في الفورم؟ هو ان العيان بيكون كلمات مظبوطه وبيكون جمل مظبوطه، ولكن الاجابه بتاعته قال خمس ست جمل، جمله منهم ملهاش علاقه بالموضوع خالص. الجمله دي loosely associated، يعني ملهاش علاقه لا باللي قبلها ولا باللي بعدها. ده بيتسمى loose association. خلاص. وده خلل في الفورم برضه. يبقى الخلل بتاع الفورم ممكن يحصل على مستوى انه فتح فايل غلط وبيجاوب اجابه خطا تماما، ممكن يحصل على هيئه انه الكلمه منهاره وملهاش معنى، ممكن يحصل على هيئه سلطه الكلام، ممكن يحصل على هيئه جمله ملهاش علاقه بالموضوع. يبقى ده الابنورمال فورم اللي احنا ممكن ايه نلاقيه. طيب مين المرضى اللي هنلاقي فيهم الابنورمال فورم؟ ممكن نلاقي الابنورمال فورم في مرضى السايكوزيس، وطبعا فيري كومن بنلاقي الابنورمال فورم في مين؟ في المرضى اللي عندهم ديسيزيا، مرضى نيورولوجي
اللي عندهم مراكز الكلام فيها تأثر، فيها هيموريج، فيها انفراكشن، هنلاقي عندهم الايه الابنورمال فورم ده واضح. طيب رابع نقطه في assessment of thinking اسمها ايه؟ اسمها abstraction. طيب ايه هو الابستراكشن؟ وده احيانا يجي سؤال ام سي كيو. Abstraction is the ability to know hidden meaning of words، المعنى الخفي للكلمات. يعني ايه؟ لما اجي اقول لواحد، في مثل بيقول الدم عمره ما يبقى ميه، خلاص؟ ايه المقصود بالمثل ده؟ اللي يقدر يعرف المثل ده مقصود بيه ايه، فانه ده تمام هيعرف hidden meaning of the words، خلاص؟ طيب واللي مش هيفهم المثل ده، اقول لك الدم دم والميه ميه، الدم ده فيه هيموجلوبين وفيه ريد بلاد سيلز وفيه وايت بلاد سيلز والميه دي H2O. اللي يرد كده على المثل ده هو يبقى مش فاهم، يبقى ما قدرش يعرف ايه المعنى الخفي اللي ورا هذه الكلمات، خلاص؟ بعض الامراض بتصيب الانسان في قدرته على انه يبقى عنده ابستراكشن، خلاص؟ طيب لو العيان عنده loss of abstraction بسميه عنده concrete thinking، تفكيره محجر زي الاسمنت، ما بيفهمش المعنى الخفي اللي موجود في الكلمات، خلاص؟ بنسال عليه ازاي؟ بسال عليه عن طريق الامثله الشعبيه، اقول له الدم عمره ما يبقى ميه، الضفر ما يطلعش من اللحم، القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، اقول له كل مثل من دول، اقول له المثل ده معناه ايه؟ بنقوله امتى؟ تمام؟ ايه المقصود بيه؟ خلاص؟ مرضى السايكوزيس بنلاقي احيانا عندهم impairment of abstraction، مرضى المينتال ريتارديشن طبعا عندهم impairment of abstraction، خلاص؟ لما اسال امثله لازم اسال الامثله من البيئه بتاعت المريض ده، يعني ما اسالوش مثل مش موجود في بيئته او ما يعرفوش فيه، عشان خاطر بنسميه امثله شعبيه، خلاص؟ اساله الامثله اللي من الايه، من الثقافه بتاعته هو مش من ثقافه اخرى، يبقى ده الابستراكشن. وطبعا احنا عارفين انه في كلمات كتيره كده حتى في اللغه العربيه الدارجه بيبقى كده، لما واحد بيقول للتاني انا اتخنقت منك، كلمه اتخنقت معناها ايه؟ اتخنق معناها مش قادر ياخد نفسه. طب هل المقصود بكلمه اتخنقت منك مقصود بيها انه مش قادر ياخد نفسه؟ لا، ده ليها معنى اخر، معناها انه زهق منه مثلا، خلاص؟ فده ايه هيدن مينينج للكلمه، هتبقى مفهومه في الكالتشر دي. فانا ممكن اعمل اسسمنت اوف ابستراكشن بكلمه زي دي او بالامثله الشعبيه. طيب بسال العيان على مثل واحد؟ لا، بسال العيان كذا مثل، اقول له على مثلين ثلاثه واشوفه فاهم معناهم ولا لا. يبقى ده هاو تو اسس ابستراكشن. اخر حاجه في الاسسمنت اوف ثينكينج assessment of content of thinking. يبقى احنا في thinking شفنا form, control, stream, abstraction، واخر حاجة هنشوفها في assessment of a of content of thinking. طيب طبعا السلايدز ده هي سهلة ان انا ابعتها لكم، هديكم الايميل في الاخر والواتساب، بحيث ان ايه اللي عايز يذاكر من السلايدز سهل يذاكر من السلايدز، وطبعا الكلام موجود في الكتاب عشان انا عارف انه العناوين كتير. طيب assessment of content of thinking، اي انسان دماغه بيبقى محتوى تفكيره في نوع او اكثر من هذه الانواع من الافكار. هقول لحضراتكم على خمس انواع من الافكار ممكن تبقى موجوده في دماغ الانسان. اول نوع اسمه normal idea، اي انسان مهما كان مريض لازم يبقى عنده normal idea. نورمال ايديا ممكن واحد في دماغه انه بعد ما يخلص المحاضره دي هيقوم عشان يصلي العصر، هيقوم عشان خاطر يصور ورق، هيقوم عشان خاطر يذاكر، يبقى الفكر ده اسمه نورمال ايديا موجود عند الناس كلها. ثاني محتوى للتفكير نوع من الافكار بنسميه اوفر فاليود ايديا. اوفر فاليود ايديا هي افكار احنا بنحبها وبنديها اولويه على كل فكر اخر. لو الفكرة دي حضرت في دماغي تاخد هي الأولوية. زي إيه؟ كل عاداتنا وتقاليدنا عبارة عن أوفر فاليد أيضا. لما نقول واحد أهلاوي، واحد زملكاوي، واحد مصري، واحد فلسطيني، واحد أمريكي، واحد إنجليزي، بيحب بلده، خلاص؟ كون إن واحد يحب بلده ده أوفر فاليد أيضا. كون إن واحد بيشجع فريق معين ده أوفر فاليد أيضا، خلاص؟
الـ overvalued idea قد تكون normal وقد تكون abnormal. normal overvalued idea يعني كثيرة وموجودة عند الناس كلها. abnormal زي إيه؟ على سبيل المثال الإرهابي ده إيه اللي بيعمله ده؟ إنه رايح بيفجر نفسه أو بيضرب ناس أبرياء أو بيعمل كده ليه؟ تمام؟ عنده فكر خاطئ موجود في دماغه، فكر متطرف. خلاص؟ وبالتالي دي abnormal overvalued idea موجودة عنده، بتخليه إن هو يموت نفسه خلاص؟ وما بيعملش أي حاجة لها قيمة عند الناس المنطقية. خلاص؟ طيب فالإرهاب بحد ذاته ده abnormal overvalued idea. خلاص؟ يبقى الـ overvalued idea قد تكون normal وقد تكون abnormal. نادراً أن تكون مرضية، يعني أحياناً في باثولوجيكال أوفر فاليد أيديا ولكن ده نادر قوي، إنما هي في معظم الأحوال نورمال أو أبنورمال، يعني متطرف، واحد متطرف في طريقة التفكير. على سبيل المثال واحد بيشجع كورة، خلاص بيشجع فريق معين، فبيوم ما يبقى في ماتش يقفل الشغل بتاعه يروح الاستاد بيتفرج على الماتش، الماتش عجبه خير وبركة، لو دخل في الفريق بتاعه جول يبدأ يولع في شماريخ ويبدأ يضرب طوب على الملعب ويضرب مش عارف. طيب هذا السلوك مبني على اوفر فاليد ايديا، الاوفر فاليد ايديا دي نورمال ولا ابنورمال؟ ابنورمال طبعا، متطرف في طريقته في تشجيع الفريق بتاعه، وبالتالي الاوفر فاليد ايديا ده نوع من انواع الافكار. خلاص، افكار الانسان بيحبها وبيديها اولويه على كل شيء اخر، وقد تكون نورمال وقد تكون ابنورمال. طيب ثالث كونتنت اوف ثينكينج اسمه preoccupation. يعني ايه preoccupation؟ يعني فكره واكله دماغ الانسان بيفكر فيها ليل ونهار وهو صاحي وهو نايم، بيفكر في هذه الفكره. ممكن تبقى نورمال لو ليها مبرر. على سبيل المثال واحد قاعد يفكر في الكورونا، ولو نزلت في الشارع هيجيني كورونا، ولو رحت مش عارف مين هيجيني كورونا، ولو جاتني كورونا هيدخلوني مستشفى، ولو دخلت مستشفى هموت، ولو حصل فده ايه؟ ده نورمال بريوكيوبيشن. ليه نورمال؟ لان في كورونا حقيقي موجوده في الايه؟ موجوده في الشارع وموجوده في البلد، موجوده في البلاد كلها، وبالتالي التفكير بتاع الكورونا ده نورمال بريوكيوبيشن. طيب يبقى البريوكيوبيشن نورمال طالما ان ليها ايه؟ ليها مبرر. طيب واحد من غير ما يتشك من اي ابره ولا اي حاجه عنده فكره ان عنده هيباتيتس سي، وخايف للهيباتيتس سي ده هو يعمل له كذا وكذا وكذا، وخايف لا يموت، وخايف يعمل له ليفر فيليا، وقاعد يعمل في تحاليل ويعمل في اشعاعات ويعمل في مش عارف ايه. خلاص؟ ولا يوجد مبرر للفكره، يبقى دي ابنورمال بري اوكيوبيشن. ابنورمال ايه؟ بري اوكيوبيشن. طيب البري اوكيوبيشن هل المريض بيبقى متضايق من البري اوكيوبيشن الموجود عنده؟ لا، هو مش متضايق من البري اوكيوبيشن الموجود عنده، ده اللي بيضايقه احتمالية ان البريكيوبيشن دي تتحقق، احتمالية ان يجيله كورونا، هو خايف لا يجيله كورونا، مش خايف من الفكرة. خلاص؟ خايف لا يطلع عنده هيباتيتس سي بجد. خلاص؟ مش من الفكرة نفسها. خلاص؟ يبقى البريكيوبيشن المريض اللي عنده بريكيوبيشن ما بيبقاش متضايق من الفكر، هو متضايق من احتماليات المضاعفات بتاعة الفكر اللي هو بيفكر فيه ده. والفكر بيبقى واكل دماغه ليل ونهار، واحنا بنصنفه نورمال ولا ابنورمال حسب فيه مبرر ولا ما فيش مبرر. خلاص؟ اوكي. رابع حاجه في الكونتنت اوف ثينكينج حاجه اسمها اوبسيشن. اوبسيشن يعني وسوسه بالعربي. الفكره عشان نقول عليها وسوسه لازم يتوفر فيها خمس صفات. اول صفه انه الفكره ريكرنت، متكرره وبتاخد من دماغه وقت. نمره اثنين الفكره بتضايقه. نمرة ثلاثة الشخص يبقى عارف ان الفكرة دي فكرته، ما هياش صوت انسيرشن، ما هواش حد حطها له في دماغه، لو حد حطها له في دماغه ده صوت كنترول ديستربنس، انما لا ده بيبقى عارف ان فكرته هو. أربعة هو عارف ان الفكرة غلط ومتأكد انها غلط. خمسة بيحاول يقاوم الفكرة، عنده ريزيستنس للفكرة. أديكم مثال، واحد دخل غسل إيده خلاص وحط عليها كحول، وبعد ما غسل ايده وحط عليها كحول في دماغه فكره انه لا ايدي ملوثه، ايدي ممكن يبقى فيها كورونا، والفكره ريكرنت ديستريسنج
هو عارف انها فكره، هو عارف انه غلط، ايده اتغسلت وحاطط فيها كحول مغرقها كحول، فعارف انه لا يمكن يبقى فيها حاجه على وضعها ده، وبيحاول يقاوم الفكره ومش قادر. خلاص فيها الخمس صفات. يبقى الفكره دي انه في جراثيم في ايده او في كورونا او في مش عارف مين، فكره اوبسيشنال ايديا. خلاص واحد دخل يتوضا، بعد ما خلص وضوء جات له فكره انه الميه ما جاتش على كوعه. خلاص والفكره ريكارن وديستريسنج، وهو عارف ان فكرته، وهو عارف انه غلط، انه غسل ايده 3 مرات واكيد الميه جات على كوعه، وبيحاول يقاوم الفكره الغلط ده مش قادر. يبقى دي برضو ايه؟ فكره اوبسيسيف. يبقى الاوبسيشن هي فكره لازم يتوفر فيها الخمس صفات. ناخد بالنا ان احنا قلنا الاوبسيشن الفكره نفسها بتضايقه، البريوكوبيشن الفكره ما بتضايقوش، ده اللي مضايقه الاحتمال انه يكون تتحقق الفكره في البريوكوبيشن. انما هنا لا، هو عارف ان الفكره غلط وان الفكره مش هتتحقق، ولكنها الفكره نفسها ديستريسنج. طيب الاوبسيشن ممكن تبقى فكره اوبسيسيف ايديا زي الامثله اللي انا قلتها دي، ممكن تبقى اوبسيسيف ايمج. ازاي اوبسيسيف ايمج؟ واحد اول ما يقول الله اكبر هيصلي، تيجي كل الصور الوحشه في خياله، كل الصور الوحشه تفرض نفسها عليه وتبقى ريكارنت وديستريسنج، وهو عارف انها فعلا، بحيث انها تشتته عن الصلاه. دي ايه؟ اسمها اوبسيسيف ايمج. في حاجه اسمها اوبسيسيف رومينيشن او كويتشنز. واحد عنده اندلس كويتشنز، اسئله ما بتخلص، يا ترى السنة دي مرفوعة بعمدان ولا مشدودة من فوق؟ طب لو مشدودة من فوق فين النقط اللي هي مشدودة منها؟ طب لو مرفوعة من تحت فين الحتت اللي هي مرفوعة منها؟ endless questions. وممكن تبقى obsessive fears. يعني ايه obsessive fear؟ كان عندنا مريض لو شاف اي مسمار او سكينة او مقص يجيله فكرة انه الحاجة دي ممكن تطير وتدخل في بقه وتعوره. خلاص؟ وبالتالي يبقى عنده خوف شديد من اي حاجه من هذه الايه، من هذه الاشياء. والفكره ريكارنت ديستريسنج، فكرته هو عارف انها غلط، لا في مقصات بتطير ولا في مسامير بتطير ولا في اي حاجه من الكلام ده. خلاص، ومع ذلك الفكره فرضه نفسها عليه، اسمها اوبسيسيف فير. اوبسيسيف امبلس عباره عن فكره انه يعمل حاجه. على سبيل المثال كان عندنا مريض بيشيل ابنه الصغير يقف بيه في البلكونه، خلاص تجيله فكره انه يرمي الولد من البلكونه. خلاص والفكره الكرنت ديستريسنج، فكرته هو عارف انه غلط وانه ما ينفعش يعمل كده وبيحاول يقاومها، فبيروح منزل الولد او يروح داخل من البلكونه، بس الفكره متعبه في دماغه، فدي اسمها اوبسيسيف امبلس. يبقى شايفين الاوبسيشن هي فكره فيها الخمس صفات اللي مكتوبين قدامنا، ممكن تبقى اوبسيسيف ايديا، ممكن تبقى obsessive image, obsessive question, obsessive fear,